بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الأولى من مادة القانون الجزائي الخاص، والتي يدور الحديث فيها بمشيئة الله تعالى عن جريمة الرشوة. أول شيء عندنا في محاضرة اليوم هو بيان مفهوم جريمة الرشوة. جريمة الرشوة هي عبارة عن قيام الموظف العام أو من هو في حكمه بالاتجار في الوظيفة العامة، ويكون ذلك عبارة عن اتفاق بين شخص صاحب مصلحة وموظف عام، أو من هو في حكم الموظف العام كالمكلف بخدمة عامة، وذلك نظير فائدة أو نظير منفعة مقابل قيام الموظف أو من هو في حكم الموظف بعمل أو امتناع عن عمل يدخل في اختصاص وظيفته. والرشوة بالمعنى الذي ذكرناه تفترض وجود طرفين أساسيين هما الراشي والمرتشي، وفي بعض الأحيان قد يكون هناك طرف ثالث وهو الوسيط أو ما يسمى بالرائش. يبقى المرتشي هو عبارة عن الموظف أو الشخص الذي يكلف بخدمة عامة، أما الراشي فهو صاحب المصلحة الذي يقدم العطاء أو يقدم المنفعة أو يقدم وعد إلى الموظف العام، وذلك نظير قيام الموظف العام بمنفعة له أو نظير قيامه بعمل أو امتناع عن عمل يتنافى مع أحكام وظيفته أو يتنافى مع ما تقتضيه وظيفته. أما الطرف الثالث فهو الوسيط، وكما بينا الوسيط هو عبارة عن الشخص الذي يتوسط لدى الراشي والمرتشي، وإما أن يكون هذا الرائش أو هذا الوسيط ممثلا أو ممثلا عن المرتشي، وإما أن يكون ممثلا عن الراشي. والرشوة وفقا لما ذكرناه تعتبر صورة من صور الفساد الذي عم المجتمع ويؤدي إلى زعزعة الثقة وتدمير اقتصاد الدولة، ولذلك لجأ المنظم في المملكة العربية السعودية إلى تجريم هذا السلوك بموجب المرسوم الملكي رقم 36 لعام 1412 هجريا. أما تعريف الرشوة عند فقهاء القانون فقاموا بتعريف الرشوة بتعريفات متعددة، منها على سبيل المثال عبارة أو عرفها البعض على سبيل المثال بأنها عبارة عن قيام الموظف بأخذ أو قبول أو طلب مقابل معين، هذا الطلب له قيمة مادية أو قيمة معنوية، وذلك من أجل القيام بعمل باختصاصه بحكم وظيفته أو الامتناع عن عمل من اختصاصه كذلك، أو الإخلال بأي وجه على ما يقتضيه واجبات وظيفته. وعرفها البعض بأنها عبارة عن انحراف الموظف في أداء أعماله الوظيفية عن الغرض الذي استهدف أو كلف بأداء وظيفته وفقا له، والذي يتمثل في المصلحة العامة، وذلك من أجل تحقيق مصلحة شخصية لنفسه تتمثل في الكسب غير المشروع. من هذه التعريفات يتضح لنا أن الرشوة عبارة عن إعطاء أو طلب أو عرض لأي موظف عام أو من في حكمه أو وعده بذلك بقصد القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو الإخلال بواجبات وظيفته أو مسؤوليته في تقديم خدمة كان يفترض عليه أن يقدمها بدون مقابل. ده تعريف الرشوة. ننتقل بعد ذلك إلى علة تجريم الرشوة، أو ما هو السبب أو ما هي العلة من تجريم الرشوة. بتتمثل علة تجريم الرشوة في كونها
صورة من صور الفساد الإداري الذي يؤدي إلى سوء سير الوظيفة العامة، ولأن المشرع حرص على نزاهة الموظف وأن يقوم بأداء واجبات وظيفته مع وفقا لما يقتضيه القانون، وأيضا من أسباب تجريم فعل الرشوة أو جريمة الرشوة كونها تتنافى أو تسبب خطرا على النظام الاجتماعي، وذلك لأنها تؤدي إلى الإخلال بالثقة التي يجب أن يواليها الأفراد للسلطة، وأيضا تؤدي إلى انتفاء العدالة، وذلك لأن مقدرة الأفراد على دفع المقابل بتختلف باختلاف قدراتهم المالية، وبذلك تصبح الوظيفة العامة سلعة تباع وتشترى. بعد ذلك ننتقل إلى طبيعة جريمة الرشوة. جريمة الرشوة بتقتضي أن يكون هناك شخصان على الأقل، هما المرتشي، والمرتشي هو الموظف أو من هو في حكمه، والراشي وهو صاحب المصلحة، وقد يكون هناك في بعض الأحيان شخص آخر وهو الرائش أو الوسيط. وتعددت الأنظمة القانونية، تعددت الأنظمة القانونية أو الأنظمة الوضعية في طبيعة جريمة الرشوة، وهناك نظامين اثنين يمكن أن يؤدي الأخذ بأيهما إلى اختلاف الأحكام القانونية لجريمة الرشوة. يمكن أن يؤدي الأخذ بأيهما إلى اختلاف الأحكام القانونية للرشوة. النظام الأول بيسمى بنظام وحدة الرشوة، وهذا النظام أو وفقا لهذا النظام بتعتبر جريمة الرشوة جريمة واحدة، وهي جريمة الموظف العام أو من في حكمه، وذلك لأن الطرف الآخر بيستمد إجرامه من الموظف العام أو من في حكمه، وهذا المنطق دائما يعتبر منطقا قانونيا. وأخذ المنظم السعودي بهذا النظام، أي بوحدة جريمة الرشوة، وذلك لأن جريمة الرشوة كما وضحناها هي جريمة الموظف العام. أما النظام الثاني فهو نظام ثنائية جريمة الرشوة، ووفقا لهذا النظام بتقوم جريمة الرشوة على أساس أنها ليست جريمة واحدة، وإنما هي جريمتان يمكن أن تقوم أحدهما أو إحداهما دون الأخرى. الجريمة الأولى هي جريمة المرتشي اللي هو الموظف العام وتسمى بالرشوة السلبية، والجريمة الثانية وهي جريمة صاحب المصلحة وتسمى بالرشوة الإيجابية. ويترتب على الأخذ بهذا النظام اللي هو نظام ثنائية جريمة الرشوة استقلال كل من الجريمتين عن الأخرى، أو استقلال كل من أحدهما عن الأخرى، والعقاب بحيث يمكن أن تقوم إحداهما دون الأخرى، بحيث يسأل الموظف عن جريمة رشوة تامة إذا طلب المقابل حتى ولو رفض صاحب المصلحة الاستجابة لطلبه. ننتقل بعد ذلك إلى أركان جريمة الرشوة. أركان جريمة الرشوة، نص النظام السعودي أو صدر نظام مكافحة الرشوة للمرسوم الملكي رقم 36 لعام 1412، وتناول تجريم قيام الموظف العام بأخذ منفعة أو بأخذ مقابل نظير قيامه أو امتناعه عن القيام بأعمال وظيفته. ونص المرسوم الملكي الذي صدر عام 1412 في المادة الأولى والثانية على هذا التجريم، حيث نصت المادة الأولى على أن كل موظف عام يطلب لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ أو يوعد أو يقبل أو يأخذ وعداً أو أعطيه من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته حتى لو كان هذا العمل الذي يقوم به مشروعاً
يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به. ده نص المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 36 لعام 1412. أما نص المادة الثانية من نفس النظام فتنص على أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو أعطي من أجل امتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته حتى لو كان هذا الامتناع مشروع يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى، وهي السجن 10 سنوات أو الغرامة المالية التي لا تزيد على 1,000,000 ريال. بيتضح لنا من خلال نص هاتين المادتين أركان جريمة الرشوة، وجريمة الرشوة لابد من توافر 3 أركان لقيامها: الركن الأول وهو الركن المفترض، وطبعا الركن المفترض اللي هو الموظف العام اللي هو المشتري. طبعا لا يتصور أن تقوم جريمة الرشوة إلا من خلال موظف عام، فلا يتصور أن تقع جريمة الرشوة إلا من خلال موظف عام مختص أو من هو في حكمه وفقا لما نصت عليه المادة الأولى والثانية من أحكام النظام، أو ممن يعتبر في حكم الموظف العام وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة من النظام المذكور. ولذلك وجب علينا أن نبين مفهوم الموظف العام ومفهوم من هم في حكم الموظف العام وشرط الاختصاص. طيب، مفهوم الموظف العام. طبعا لم ينص نظام مكافحة الرشوة الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم 36 لعام 1412 على تعريف الموظف العام، لذلك تم الاستهداء بما ذهب إليه الفقهاء أو فقهاء القانون والفقه المقارن في تعريف الموظف العام، حيث تم تعريف الموظف العام بأنه عبارة عن كل شخص يعمل بصفة دائمة في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد الأشخاص المعنويين أو الأشخاص الاعتباريين التابعين للدولة، ويكون عمله بصفة دائمة ويتقاضى أجرا مقابل هذا العمل، ولا بد أن يكون تعيينه وفقا لما نصت عليه الأنظمة واللوائح، وفقا لما نص عليه أيضا أنظمة ولوائح الخدمة المدنية للتعيين، ولا بد من الاستمرار في خدمة الدولة. ده هو الموظف العام أو من يطلق عليه الموظف العام. طيب، من هو في حكم الموظف العام؟ نصت المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة الذي صدر عام 1412 على من هو في حكم الموظف العام، فتم النص على أنه يعد في حكم الموظف العام كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة. أيضا بيعد في حكم الموظف العام المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو من قبل أي هيئة لها اختصاص قضائي. أيضا بيعد في حكم الموظف العام كل من هو مكلف من جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة. أيضا بيعد في حكم الموظف العام كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة. أيضا رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة. أيضا موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها. أيضا موظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية. ده يعتبر بيان مفهوم الموظف العام ومن هم في حكم الموظف العام. طبعا لابد من توافر شرط الاختصاص، لابد من توافر شرط الاختصاص حتى
تقوم أو حتى تنشأ جريمة الرشوة. طبعا القاعدة العامة بتقتضي بأنه يلزم لمحاكمة الشخص عن جريمة الرشوة أن يكون موظف عام، أو يكون في حكم الموظف العام، وذلك نظير قيامه بالعمل المطلوب. القاعدة العامة بتقتضي أن يكون الشخص موظفا عاما، أو في حكم الموظف العام، لكن المشرع خرج عن هذا الشرط وساوى بين الاختصاص الحقيقي والزعم بالاختصاص أو الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص، ونصت المادة الأولى والثانية من نظام مكافحة الرشوة على الاختصاص لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو من يزعم بأنه من أعمال وظيفته، أو من يمتنع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، أو يزعم بأنه من أعمال وظيفته. وطبعاً الحكمة من أن المشرع ساوى بين الاختصاص الحقيقي أو الزعم بالاختصاص من أجل الإحاطة بكافة صور الاتجار بالوظيفة أو الاستغلال بها. بعد ذلك ننتقل إلى الركن الثاني من أركان جريمة الرشوة، وهو الركن المادي. طبعاً القانون الجزائي لا يعاقب على مجرد النوايا والأفكار الإجرامية ما لم تتخذ هذه النوايا والأفكار مظهراً خارجياً يدل عليها. في جريمة الرشوة لابد من وجود نشاط يصدر من المرتشي، ولابد أن يكون هذا النشاط منصرف إلى موضوع معين، وهو الحصول على الرشوة، ويترتب على ذلك حصول نتيجة إجرامية معينة. المنظم السعودي حدد صور الركن المادي، وهي الأخذ والقبول والطلب. أما موضوع الرشوة فبينصرف، أما الموضوع الذي ينصرف إليه هذا النشاط فهو عبارة عن كل فائدة بيحصل عليها الشخص المرتشي أو وكيله، أو الشخص الذي أوكله لذلك أو علم به. طبعاً العنصر الأول من عناصر الركن المادي وهو النشاط. طبعاً زي ما وضحنا، النشاط ده ممكن يتخذ صورة الأخذ، وممكن يتخذ صورة الطلب، وممكن يتخذ صورة القبول. طبعاً النشاط ده عبارة عن سلوك إجرامي بيقوم به الموظف العام أو من هو في حكم الموظف العام. وطبعاً السلوك عبارة عن كل نشاط مادي أو نشاط معنوي بيظهر الإنسان فيه للعالم الخارجي عن إرادته، يظهر فيه الإنسان للعالم الخارجي عن إرادته. وطبعاً هذا السلوك بيكون مخالف للقانون والشرع، والسلوك ده بيتخذ صورة من الصور الآتية. ممكن يتخذ صورة الأخذ، وطبعا الأخذ اللي هو التناول الفوري للعطية، أو التناول المعجل والفوري للعطية أو للفائدة. دي يعتبر صورة أو إحدى صور النشاط. الأخذ ده صورة من صور النشاط، وطبعا الأخذ بيعتبر تعبير بنوع العطية أو الهبة التي قدمت بها. فممكن تقدم الهدية أو يقدم العطية في شكل هدايا من أجل إخفاء قصد الرشوة أو من أجل التهدب مع الموظف. يبقى الأخذ ده عبارة عن التناول الفوري للعطية أو للمقابل الذي يقوم به الموظف. أيضاً قد يتخذ صورة النشاط صورة القبول. يبقى النشاط قد يكون في صورة قبول، والقبول ده يعني عبارة عن اتجاه إرادة الموظف المرتشي إلى تلقي العطية في المستقبل، نظير قيامه بالعمل المتفق عليه في الحاضر. ولكن يجب أن يكون الموظف جاد في قبوله حتى تقوم الجريمة. أيضاً النشاط ممكن يتخذ صورة الطلب، والطلب عبارة عن تعبير عن إرادة منفردة من جانب الموظف، وتتجه إلى المجهول على مقابل، نظير أداء العمل الوظيفي، وتتم الرشوة بمجرد الطلب.
حتى ولو لم يتم الاستجابة له صاحب الحاجة، بل لو رفض صاحب الحاجة وسارع إلى إبلاغ السلطات العامة، ففي هذه الحالة بتقوم جريمة الرشوة. وطبعا العلة في اعتبار الطلب مجرد في اعتبار الطلب المجرد كافي لإتمام جريمة الرشوة أن الموظف لو عرض قد عرض أو قد عرض بذلك العمل الوظيفي للاتجار وأخل بنزاهة الوظيفة. العنصر الثاني من عناصر الركن المادي وهو موضوع النشاط اللي هو الفائدة. جريمة الرشوة لا تقوم إلا إذا أو لابد من فائدة يحصل عليها المرتشي أو يحصل عليها الشخص الذي عينه المرتشي، وهذه الفائدة قد تكون فائدة مادية وقد تكون فائدة معنوية. فائدة مادية كالنقود أو المجوهرات أو الهدايا، وقد تكون فائدة معنوية كالقيام بأي عمل يؤديه صاحب المصلحة إلى الموظف أو إقامة علاقة جنسية على سبيل المثال في مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. أما العنصر الثالث من عناصر الركن المادي فهو النتيجة الإجرامية، والنتيجة الإجرامية بتتمثل في ما يترتب على أي صورة من صور السلوك في الرشوة، ويكون من شأنها المساس بمصلحة أو بمصلحة من المصالح التي تحميها نصوص التجريم أو يحميها القانون، أو يكون من أجل صور هذا السلوك الإخلال بكل ما تقتضيه واجبات الوظيفة. بعد ذلك الركن الثالث من أركان جريمة الرشوة وهو الركن المعنوي. طبعا لا يكفي لإتمام جريمة الرشوة مجرد صدور السلوك الإجرامي من طرف المجرم، بل لا بد من توافر الركن المعنوي الذي يعبر عن الإرادة القاسمة. والركن المعنوي ده بيسمى بالقصد الجنائي، والقصد الجنائي بيقوم على وجوب أن يوجه الجاني إرادته لارتكاب السلوك الذي جرمه القانون، وأن يكون عالما بأن ما يقوم به يشكل جريمة رشوة وأن هذا الفعل معاقب عليه. وطبعا بالنسبة لجريمة الرشوة معظم الفقه بيرى أن قيام القصد الجنائي لدى الموظف وبالتالي تتوافر جريمة الرشوة نظاما استنادا إلى محض القصد العام وليس إلى الخاص. يبقى النظام السعودي اعتد بما ذهب إليه معظم الفقه من الاكتفاء بالقصد العام في قيام جريمة الرشوة، فالموظف بيرتكب الجريمة كما هي واردة في النظام بمجرد طلبه أو قبوله أو أخذه فائدة غير مستحقة حتى ولو لم تتوافر لديه نية الاتجار بالوظيفة. بكده نكون انتهينا من محاضرة اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع ونترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.